ركلة مرمى إلى الأمام. 21 دقيقة الآن مضت من زمن شوط المباراة الأول ونتيجة متعادلة، قد يكون فيها هدف أول. فعلا هي فيها المحاولة الأولى داخل منطقة الجزاء، فعلا هي جول، هي جول أول لمصلحة المنامة بشكل رائع. وصلت لمحمود جاسم غنوم للمرة الأولى ووضع الكرة في يدين حارس المرمى عبد الرحمن عبد الكريم، ولكن عادت لمحمود مرة أخرى واجه المرمى ووضع الكرة في الشباك، هدف أول لمصلحة المنامة في الدقيقة 21 من زمن شوط المباراة الأول، هدف ليلى شيء لمصلحة المنامة في الدقيقة 21. فعلا كانت كرة تهيئت داخل منطقة الجزاء لمحمود جاسم غلوم وتألق فيها حارس المرمى عبد الرحمن عبد الكريم، ولكن المتابعة كانت حاضرة بشكل ممتاز جدا من محمود غلوم، وبالتالي